فالنجاح لا يأتي بسهولة، ولكن بالعمل الشاق والإصرار يمكن أن يجعله واقعاً. استمر في العمل بجد دائماً وستحقق النجاح الذي تحلم به. The Egyptian King، أنا محمد صلاح. أنا محمد صلاح حامد محروس غالي، مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمحافظة الغربية. نشأت في أسرة بسيطة مكونة من أب يعمل في التجارة وأم ربة منزل وأخ وأخت. في 18 ديسمبر اتجوزت من مجي محمد، وعندي بنتي مكة مواليد 2014 وبنتي كيان مواليد 2020. ما ساعدنيش الحظ إني التحق بجامعة كبيرة بسبب الظروف المالية الصعبة اللي عشتها، بالإضافة إلى عشقي لكرة القدم، وما قدرتش التحق بالثانوية العامة في مدينة بسيون بسبب رغبتي البقاء بالقاهرة للانضمام إلى نادي المقاولون العرب. بدأت مسيرتي الكروية في أندية اتحاد بسيون وعثمتون طنطا قبل أن انضم ناشئاً في نادي المقاولون العرب سنة 2006. لعبت أول مباراة في الدوري المصري الممتاز 3 مايو 2010، وكان عندي وقتها 18 سنة، ومهاراتي وسرعتي العالية خلتني محط انظار لوسائل الإعلام. كنت على وشك الانتقال لنادي الزمالك، لكن رئيس النادي رفضني. جالي إحباط بس مستسلمتش وعافرت وحاولت تاني، لغاية لما جالي عرض من نادي بازل السويسري، ومن هنا بدأت رحلتي في أوروبا ولعبت معهم في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وبعدها بطولة الدوري الأوروبي. وتذكر أول أهدافي الأوروبية كانت ضد توتنهام هوتسبير وبعدها تشيلسي، وسجلت في ملعب ستانفورد بريدج. وفي الدوري السويسري سجلت الكثير من الأهداف وفاز بازل بالدوري السويسري وحل وصيفاً في مسابقة كأس سويسرا، وأصبح اسمي محل اهتمام الصحف المصرية والعالمية، وحصلت على لقب أفضل لاعب في الدوري السويسري، وحصلت على جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2012. ومع بداية موسم 2014 سجلت أول أهدافي في دوري أبطال أوروبا ضد نادي مكابي تل أبيب، ثم سجلت مرة ثانية ذهاباً وإياباً ضد تشيلسي، وإجمالاً قضيت مع نادي بازل موسم ونصف وأحرزت 20 هدفاً في مختلف البطولات، وانهالت علي العروض وكان أكثرهم جدية من نادي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين، وعكس رغبة الجميع اخترت أصحاب القميص الأزرق وسجلت ظهوري الأول مع تشيلسي في مباراة ضد نيوكاسل يونايتد، وحرزت أول أهدافي مع تشيلسي في مباراة أرسنال، وبعدها قعدت احتياطي كتير وما خدتش فرصة اللعب كأساسي، ومن هنا جالي حالة اكتئاب وحسيت بالفشل فقررت الرحيل.